بابا بابا انا مبسوطة قوي، بيفهمني احنا نتفرج عليه ده يا بابا، الكلب فيه شكله يجنن. انا عارف. طب بابا بقول لك ايه، ينفع نجيب حيوان جديد في البيت؟ حيوان انت موجود يا حبيبي؟ لا يا بابا انا بتكلم على حيوان اقدر ان انا اربيه. لا يا جوليا مش وقت بقى دلوقتي خلص الكلام في الموضوع ده. ليه يا بابا؟ بابا بقول لك ايه، عايز اجيب حيوان جديد لو سمحت. عايز تجيب ايه يا حبيبي؟ ممكن اجيب كلب؟ اشمعنى انا عندها ارنب وانا ما عنديش اي حيوان؟ معلش ده ارنب صغنون مش بياخد مساحه خالص في البيت. بس يا بابا انا عايز ان انا اجيب كلب واخد بالي منه. ايه ده، انتوا هتجيبوا كلب؟ لا يا حبيبتي اخوكي بس بيطلب الكلام ده، لكن انا موافقش اصلا ان احنا نجيب كلب. لا لا بابا هيوافق، بابا هيوافق يا هنا. ايه ده يا بابا، الله احنا فعلا نفسنا في كلب، هنلعب بيه وننبسط بيه انا وجوليان قوي. لا طبعا الكلب ده عايز عناية كبيرة قوي، مش ينفع ان انتوا الاتنين صغيرين تهتموا بيه لوحدكم، لازم انا او مامتكم نقعد نعمل له اكل. ايه ده، هتعملي له انت اكل؟ لا طبعا انا عندي مدرسة. هتعملي له انت اكل؟ لا برضو انا عندي حضانة مش فاضي. مش كده قلت لكم مينفعش كلاب خالص؟ طب خلاص يا بابا احنا ممكن نقسم الشغل علينا احنا التلاتة، وكل واحد فينا مرة يبقى يعمل له الوجبة بتاعته. ايه رأيك يا بابا؟ بصي انا هطلع فوق افكر شوية مع نفسي عشان خاطر بابا ميردش عليا، واحاول ان انا اقنعه ان احنا يجيب لنا كلب جديد. ايه رأيك؟ انا كمان شايفة ان هي فكرة فعلا حلوة قوي، لازم فعلا نقنعه ان هو يجيب لنا كلب جديد نقعد نلعب بيه بقى، او اي حيوان فعلا او قطة حتى، انا بحب الكلاب جدا. صحيح احنا عندنا قطتين اصلا. انا افكر بقى ازاي اجيب كلب، ازاي اقنع بابا، مش عارف بابا شكله مش مقتنع خالص. انا احاول ان انا اقنعه باي طريقة. جوليان فكرت في حل؟ لا لا لسه يا هنا بفكر والله، اول لما الاقي حل هقولك. يا الاولاد دول عايزين يجيبوا كلب، طب اقنعهم ازاي ان هما ما يجيبوش؟ انا عارف ان هما هيشبطوا فيه ويقعدوا يزنوا بقى عليا ويقرفوني. بابا ايوه يا هنا. بقول لك ايه، انا مش عايز اتكلم في موضوع الكلب ولا موضوع القطط ولا موضوع الفراخ ده. ليه هو بس، احنا كنا نقول لك كلام حلو قوي عن الكلاب ونقول لك حلول. حل الموضوع ده ازاي؟ لا هتها، انا هشوف كلب في الشارع واحاول ان انا اكله وارتبط بيه، فبابا يشوف ان انا انسان كويس واعرف ان انا اربي الكلاب، فيجي يجيب لي كلب نضيف، ودي تكون فكرة حلوة جدا جدا جدا. بشوف بقى كده اي كلب في الشارع بحاول ان انا اديله اكل واكله، بابا هينبسط مني جدا ويقتنع ان انا بعرف اخد بالي من الكلاب. كده جاي يجيب لي كلب بقى ايه، اصلي الكلب النوع اللي انا عايزه. شايف ان دي فكرة كانن. اروح فين بقى ولا اعمل ايه؟ اكيد بقى الكلب بره، هديله بقى شوية اكل. ايه ده، اهو جالي عند الباب، هحط له بقى شوية اكل وهوري بابا ان انا باخد بالي منه. احط له بقى ايه، لانشون وبولو بيف، انا عارف ان الاكل ده الكلاب بيحبوه قوي. ايوه خد بقى الكلب ده وهسميك ماكس، تعالى خد يا ماكس. ايه رايك بقى في الاكل ده؟ تعالى تعالى ما تخافش. ايه الكلب جه واكل البولو بيف والبسطرمه. طيب كده بقى انا هوري بابا ان انا بعرف اخلي بالي من الكلاب وحنين جدا عليهم وشخصيه مسؤوله. كل بقى يا ماكس الاكل كله. ايوه كده برافو عليك، ايه الكلب اكل الاكل كله. طيب كده انا ظبطته، هطلع بقى فوق. هتيجي معايا فوق ولا تخليك هنا؟ مش عارف امشيك بقى في البيت ولا اخبيك ولا اعمل ايه، بابا لو عرف هيموتني. طيب هطلع بقى فوق. ايه ده، الكلب ماله اغمى عليه ولا ايه؟ يا نهاري، هو في حاجه في الاكل؟ لحسن اكون اكلت له حاجه وحشه. بابا بابا تعالى الحقني، الكلب ما بيتكلمش خالص. يا نهاري لازم اشوف حل للموضوع ده، يمكن يكون نام ولا ايه، مش عارف. ايه ده، اهو صحي، هو الحمد لله طلع ما عندوش حاجه. انا اتخضيت افتكرت ان انا اكلته اكل وحش. يا تعالى بقى اطلع معايا فوق عشان اعرف ان انا ايه، احميك واشطفك عشان بعد كده اوريك لبابا هيفرح بيا اوي ان انا باخد بالي من الكلب.
وبعد ما حميته كمان ونضفته واكلته، فكده بابا هينبسط مني قوي ويقول ان انا اجيب كلاب. هنا هنا، هي مش في الاوضه ولا ايه؟ اه مش في الاوضه، تعالى اقعد بقى العب معايا هنا لحد ما هنا تيجي، تفرح بيك قوي اول لما تشوفك. شنطتها حتى كمان على الارض. يا ده انت كلب شغلك امور جدا، بحبك قوي يا ماكس. ايه ده؟ لا لا ما تلعبش في واجبات هنا، لحسن هنا لو جت هتموتنا. طيب انا كده اكلته وغيرت له وحميته، رحت بقت نضيفه فله. الارنب بتاع هنا هو موجود، هقنع بقى بابا ان انا اخليه عندي ماكس ده شويه عشان اثبت له ان انا شاطر، بعد كده هقول له بقى يجيب لي الكلب اللي انا بحبه. برافو يا ماكس، برافو برافو، شاطر، بتسمع الكلام انت كويس جدا، وشكلك كلب ذكي قوي قوي. ايوه هتريحني وانا ارتبطت بيك قوي. تعالى بقى اوريك لبابا، شوف هيقول ايه. هقول لك تعالى اقعد بقى العب معايا في اوضتي الاول بس شويه، بعد كده هبوريك لبابا على طول. يلا اطلع بقى فوق، يلا لا خليك قاعد تحت هنا وانا هطلع اقعد بقى فوق في الاوضه بتاعتي. الله انا مبسوطه قوي ان انت قاعد معايا في البيت، جبت كلب جديد اخيرا، جبت كلب جديد وجبته من غير فلوس كمان، وهو كمان مبسوط قوي ان هو قاعد بيلعب معايا. يلا هحط له بس كده دي عشان يقعد عليها ويقعد يلعب بقى فيها. برافو عليك يا ماكس، اقعد بقى، ست ست، جود بوي، برافو، بتسمع الكلام اللي انا بقولك عليه. ايه انا مش قادر اصدق، الحمد لله بقى عندي الكلب بتاعي، الله، وربيته كمان وباكله وبحميه، انا فرحان بيه جدا. ايه ده الكلب راح فين؟ نمت شوية ما لقيتوش موجود. يا نهاري، مشي ولا ايه؟ لا انا كنت اسمع حيتش العب بيه، ما يقوليش ان ماكس مشي. لا ماكس، ماكس انت فين يا ماكس؟ يا نهاري ده ماكس شكله مش تحت. ايه ده، مين اللي اكل البوليبيف ورميهم على الارض كده؟ هو واللانش ده لسه مشتريهم من امبارح. بابا ما شفتش ماكس؟ ماكس مين؟ الكلب بتاعي. ايه ده، انت جبت كلب من غير ما تقولي؟ اه يا بابا ده الكلب بتاعي، بحبه جدا وطيب قوي، اشرح لك القصه بعدين بس اعرف هو راح فين. لا اشرح لي القصه دلوقتي، فهمني ايه حوار الكلب ده، عشان انا قلت مفيش كلب خالص في البيت. يا بابا ده كلب لقيته في الشارع صعب عليا، فاكلته وحميته وكان قاعد معايا في الاوضه، واكلته حتى من البولبيف والبسترما دي. ايه ده بابا، ده انا اكلت من البولبيف والبسترما اللي كانوا مرميين على الارض هنا. يا نهار، ده انتي اكلتي اكل مطرح الكلب؟ ايه ده بجد، اخفى عليك يا جولين، انا فعلا هوريك انت تاكلني اكل مطرحه كلاب. هو فين بقى الكلب ده اصلا؟ ما انا مش عارف، عشان كده بدور عليه. ايه ده بجد، انت بتدور عليه؟ اه انا مش عارف هو راح فين اصلا، انا خايف يكون راح كده ولا كده ولا عمل حاجه في البيت. لا ما تقوليش، انا فعلا حسيت بحاجه الصبح بس ما توقعتش ان ده الكلب انت جايبه. اه طب نتصرف ازاي دلوقتي؟ انا طب اكتب ورقة، طيب نكتب فيها ان هو ضايع ولا ايه؟ هو تصدقي فكرة فعلا حلوة جدا، ونشوف لو حد يلاقيه ونديله فلوس. اه اوكي مفيش اي مشكلة، انا قلت مفيش كلاب في البيت عندي هنا، سامحين ولا مش سامحين انتوا الاتنين، مفيش كلاب تخش البيت هنا خالص. بابا ماكس ده لذيذ جدا وعجبك قوي. طب اشوفه بس الاول كده يمكن فعلا يعجبني. اه يا بابا هيعجبك جدا جدا جدا.